محمد، من جديد لقد المعلومة الأخيرة التي وردتنا أن النظرة الأخيرة ستكون يوم غد بقصر الشعب وليس اليوم كما حسب المعلومة التي كنا نحوز عليها في الأول. معلومات الآن شبه رسمية أن النظرة الأخيرة ستكون يوم غد وليس اليوم، هي رسالة للمواطنين الذين سيتنقلون إلى قصر الشعب غدا وليس اليوم. لكن رغم هذا مواطنون قدموا من عديد الولايات ليشاركوا في هذه اللحظة التاريخية، رغم أنه سارت المعلومة أنه اليوم ملغات، إلا أنه قالوا نقول كلمتنا في الرجل. البداية من ولاية الصيف الحاجة صباح الخير، من ولاية الشلف صباح الخير. صباح الخير، ما عندي ما نقول، نقول راجل ومات راجل، وتحية الجزائر الله يرحمه، الله يرحمه، والله يجعله مهل الجنة إن شاء الله، والله يجعل ربي يثبته على السؤال إن شاء الله يا رب العالمين، يا رب يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب ان شاء الله ربي يجيب لنا واحد اخر ان شاء الله كيما هو ان شاء الله يا رب العالمين، ويخلي الجزائر بخير ويحمي الجزائر ان شاء الله. الحمد لله كاين رجال هكذا. الحاج على قداش جيت لهنا العصير؟ الرابعة تاع الصباح، الرابعة لحقت هنايا وراني نستنى با نشوفو، للاسف نعاود نولي غدوة ان شاء الله. انا نشوف في عينيك الدموع. ما انا ابن الشهيد ويغيظوني الرجال كيماك، بكيت في بومدين وبكيت في هذا الزعيم اللي خلى قطرة تاع دم ما سالت في الجزائر، اللي حفظ الجزائر، حفظ الجزائر، حدود الجزائر، إنسان في عمره 80 سنة ما كانش يريح ساعة في داره مع أولاده، على حسب ما سمعنا كان مريض وقال لهم لازم نأدي الأمانة، وأدى الأمانة، أدى الأمانة كما ينبغي، أدى الأمانة وحفظ الجزائر. الناس اللي كانوا معاه، الناس اللي شافوه، الشباب لازم يكون لهم قدوة، لازم يكون لهم قدوة. هذا الإنسان هذا ماهوش عسكري، هذا ماهوش عسكري. البارح نشوف في التلفزيون، نشوف في القنوات، الجزائر جابت السلاح من أجل العدو مش من أجل الشعب. هو ابن الشعب، هو مجاهد، كان رفيق مع أبي، الله يرحمه ويرحم الشهداء. يا ربي حتى تحفظ الجزائر، يا ربي حتى تحفظ الجزائر، يا ربي حتى تحفظ الجزائر، والمجد والخلود للشهداء الأبرار، اللهم ربنا آمين. احنا نعاود نولي إلى ولاية البوليدة، نختموا بها إن شاء الله، نختموا بها الحاجة، نختموا بزغرودة الشهداء. خطابات الفريق أحمد قايد صالح رحمه الله فيها 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 محطة مهمة اللي تحدث فيها للشعب وقال أنا ابن الشعب وخارج من الشعب، وهذا السلاح اللي تملكه الجزائر يروح للعدو، يواجه العدو ولا يواجه شعب الجزائر. أكيد، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعزي العائلة الثورية والعائلة عائلة المؤسسة العسكرية والجزائر كاملة. هذا القائد كان أبونا، وحنا نعرفه، أنا كمتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حنا نعرفه في الخنادق ونعرفه في السكنات، أنه كان أب روحاني للشباب حتى في السكنات. والخطابات تاعو، سألوا واحد قالوا يضربوا الشعب، قال كيف أضرب الشعب وأنا ابن الشعب؟ قال لنا السلاح هذا يجب أن نضرب به الشعب، قال إنه للعدو. والحمد لله ربي سبحانه وتعالى عز وجل سخر لنا رجل، سخر لنا رجل قام على الجزائر ما لقيتش عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا استعمله، والحمد لله استعمله للخير للعباد والبلاد. ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يكون قبره روضة من رياض الجنة. والله العظيم اليوم الثلاثاء، أيام فاتت كنا كل ثلاثاء نستناه في التلفزة يخطب، واليوم الثلاثاء جينا نشوفوه اليوم آخر يوم نشوفوا فيه الرجل. والله لأنه كأبي، أكثر من أبي، كل ثلاثة نستناه، واليوم جيت ثلاثة باش اليوم جيت نستناه.
كان اب كان اخ. هذو الايام بالك الناس ما تعرفوش من بكري، حنا نعرفوه في الثكنات ونعرفوه دوكا، ما عرفناش غير في التلفازه. كان اب لينا وبارك الله فيكم، ربي يرحمه ويسالي. ولايه خنشله بالتحديد دائره الشر، متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي. اولا نعزي الشعب الجزائري والعائله الثوريه وعائله المجاهد والقيد احمد قايد صالح. واش نقولوا لك القيد بكاك القلب قبل العين يا ايها القيد. ونقولوا الجزائر راهي خسرت رمز من الرموز نتاعنا، وكان مجاهد وكان قيد، وحنا عرفناه في الثكنات ما عرفناش في التلفزيون ولا في التواصل الاجتماعي. نقولوا ندائي لكل متقاعدين الجيش الوطني الشعبي يكونوا غدوه ان شاء الله باش نودعوا المجاهد والقيد اللي كان قيدنا وبابانا وأب الجزائريين كل. نتمنى من الشعب الجزائري 48 ولاية يحضروا كل غدوة إن شاء الله، يحضروا كل هنا باش نودعوا القائد والمجاهد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم سكان حيت حري ولاية جلفاء نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الجزائري كما نعزي الجيش الوطني الشعبي والأسرة الثورية والأسرة الصغيرة. الحقيقة الشعب الجزائري صدمة هذه، لكن القايد ما ماتش، خلى بصمة مع في صفوف الشعب الجزائري. وإن شاء الله الجزائر هي بخير، إن شاء الله الجزائر بخير. أنت تمثل متقاعدي الجيش ولا من المواطنين اللي جايين؟ وجينا على الوحدة تاع الليل وصلنا، وقاعدين إن شاء الله نحضروا غدوة الجنازة نتاعو إن شاء الله. وشي انت كمواطن وشي الحاجه المميزه، خاصه انه الظرف اللي مرت به الجزائر 10 شهور كان ظرف استثنائي، انت كمواطن كيفاش كنت تشوف المقاربه اللي طرحها الرجل؟ هو وعد واقسم انه لن تسيل قطره دم في بين الجزائريين، والحمد لله وفى بوعده وخلى الناس ترحم عليه. والشعب الجزائري اليوم كله حزين وكله صدمه، لكن نقولوا الله يرحمه. وش نقولوا، هذا ما اعطاه ربي، عظم الله واجرنا. دائما محمد الفاتح خوخي، انا على المباشر العينه عشوائيه، يعني مواطنين بادروا بالتعبير عن احاسيسهم، بادروا بقول كلمات في حق الرجل، خاصه اولئك الذين ربما عملوا داخل المؤسسه العسكريه كجنود كاطارات وايضا كابناء الاسره الثوريه. واحد منهم الاخ، صباح الخير، لقيت انك حاضر وفي نفس الوقت حبيت تقول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أنا أعزي الجزائر وأعزي كل الشعب الجزائري والمؤسسة العسكرية وكمتقاعدين الجيش الوطني الشعبي ومعطوبين ومشطوبين وأرامل الشهداء. وكعندي يومين أنا ملي دفنت الأب تاعي مجاهد أونسيان باتريوت معروف في بلدية بوزريعة طاهري العربي، قاتل في الجبال الأوراس مع طاهر زبيري شريط الأزهر رزيمية محمد الهادي طاهر زبيري. والحمد لله عندي يومين ملي دفنتو مات في المستشفى العسكري بعين نعجة، وراني جيت لهنا نزيد نحضر الجنازة تاع القايد صالح السيد الفريق، ربي يرحمك ويوسع عليك ونعزي كل ماليه وكل مؤسسة العسكرية من جندي إلى آخر رتبة في الجيش الوطني الشعبي، أو من الشرطة أو من الدرك أو من كل حراس الوطن. إن شاء الله ربي يرحم الشهداء. وأنا نقول باللي بارودتي في يدي وجعبتي كفني والصبر لي زاد في شدة المحن، هز الجدور وحرك الأغصان للدين في صدر الشهيد مكانا، وفقد الشهيد ومات فرحانا سأظل وحدي حاملا موتانا. دعا الداعي هلم على الجهاد وعز المكين على الرشاد، ألف ثم ألف تشد على الزناد. يا أبونا القايد صالح ربي يرحمك، راه خليت رجال وكاين رجال في الجزائر، وأنا أقول إلى أعداء الجزائر
لنا أسود جائعة. نحن أبناء الجزائر، نحن من الممشى الأوراس، أنا ابن منطقة الممشى الأوراس. رغم ذلك الجزائريين كلهم من شرقهم الغربهم من شرقهم الغربهم من الصحراء، كل إنسان يملك البطاقة الجزائرية فهو جزائري ووطني، وكلنا أمازيغ وكلنا عرب وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم وكلنا مسلمين. ما كاش التفريقة، ما كاش كلنا، ما كاش هذه واحد جاء منا واحد جاء منا، كلنا جزائري كلنا مسلمين. ما كاش اللي فرقنا، اللي فرقنا هو الديانة، هذا مسيحي هذا مسلم وهذا كافر. هذه حريته، كل واحد وحريته. أنا كحريتي الحمد لله ربي خلقنا مسلمين والحمد لله، وهو دين الدولة وهذا ما دين الدولة. نعم شكرا السلطة. نشكر الشعب الجزائري. فقط أنا أحاول أن أمنح الفرصة لكل الناس باش تقول كلمتها. اسمح لي لحظة برك. السيدة كانت تبكي وهي تسمع ربي يرحمه ربي يرحمه. كلمة تقوليها. الله يرحمه. كي سمعتي الخبر وش الحاجة اللي خلاتك تبكي؟ راجل حنانة خلانا وعليه حمى البلاد حمى الناس الكل. راجل حمى الجزائر حماها طاحت. أنا اللي كنت معاها حاضرة وأنا اللي هزيتها، وجا واحد السيد عطانا الماء باش شرب دارت حالة البارح وانا نجري معاها ونطلبوا له الرحمه. وهذا بوينا ونتمناو ان شاء الله لهنا للشعب الجزائري، ونتمناو يكون واحد يخلفوا، ونتمناو ان شاء الله نقعدوا ديما خاوه. من ولايه قال ما هنا، احنا من ولايه قال ما جينا ونطلبوا له الرحمه يا ربي ويرحم الاموات ويرحم الشهداء، ونتمنى له نكون من اهل الجنه. يا ربي ارحم الانسان هذا ربينا يا رب يا ربي ارحمه. واحد من الشباب ايضا اللي حب يقول كلمته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاب جئت من أم بواقي بلدية الزرعة لألقي النظرة الأخيرة على الشهيد البطل المجاهد أبانا وأب كل الجزائريين، حامي الجزائر وحامي الوطن وحامي الشعب، الفريق المجاهد أحمد قايد صالح رحمة الله عليه. نزل علينا هذا الخبر البارحة كالصاعقة بين مؤيد وبين مكذب. احتار الشعب الجزائري، يعني المشاعر اختلطت يعني بين امس نشوفوا فيه مسكين داروا له يفرح يضحك الوسام حطوه له، يعني خاتمة وما ادراك ما خاتمة. حسن الخاتمة ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خير استعمله، وفي رواية استخدمه. قيل يا رسول الله كيف استعمله؟ قال وفقه لخير ثم مات. القايد صالح وفقه رب العالمين، وكان هو السبب بعد الله عز وجل، ثم هو اللي دا الجزائر بر الأمان، حقا دماء المسلمين. وأنا نقول له يا الفريق ارتاح قايد صالح، يا الفريق سنواصل الكفاح ان شاء الله يا ربي يجينا خير اللي وراه، خير خلف لخير سلف، وربي يرحمه. الجزائر ثاني مرة عبر التاريخ تبكي مسؤول بعد بومدين رحمه الله، ثم القايد صالح رحمة الله على الرجال، والرجال هي من تبكي على الرجال. شكرا ربي يحفظك. إذا الحاجة حبت تختمها قالت بزغرودة تاع الشهداء. ليطك تعليها الله يرحمه ويوسع عليه. هذه مش تاع الفرحة تاع الحزن. وش تفكرت انت زغرتي؟ تفكرت ايام الثورة؟ تفكرت انا ما عشت للثورة، عشت للوقت ما عشت للثورة. كنت صغيرة. الشهادة ان شاء الله. الشهيد من العادات.
يسعدك ان شاء الله ان شاء الله. ما يشمل الفرحه من الحزب. حضر الجزائريون من كل الولايات، بسكرة، أم بواقي، من شلف، من البوليدة، من الغرب، من بوسعادة، من كل القطر الجزائري، من كل النواحي حضروا لإلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد. أذكر فقط للمواطنين الذين يستعدون للتنقل أو الذين هم في التاريخ أنه إلقاء النظرة الأخيرة سيكون يوم غد وليس اليوم. يعني المواطن اللي تنقل إلى العاصمة تنقل، أما الذي يستعد للتنقل فعليه أن يؤخر لساعات حتى يكون حاضرا غدا ولا يتكبد عناء السفر، رغم أنه الوقع الجلل يجعل الكثير من المواطنين يتحملون عناء السفر. كما كنا نستمع الكل يقول ترك عقيدة في المؤسسة العسكرية، وإن شاء الله خير خلف لخير سلف، وأن تستمر الجزائر على هذا النهج، نهج السلمية، نهج مرافقة الشعب، لأنه الفريق أحمد قايد صالح كما قال لأحد المجاهدين قبل قليل هو ابن الشعب، تربى وسط الشعب، رافق الشعب، وكان دائما يؤكد على إطارات المؤسسة العسكرية أن الشعب هو الذي أنجح الثورة، أن الشعب هو الذي ساهم في القضاء على آفة الإرهاب، وأن الشعب هو الذي سيسير بالجزائر لاجتثاث الفساد والمفسدين من الجذور. أعود إليك محمد الفتح خوخي، تاركا لكم بعض الصور التي تصلكم على المباشر من أمام قصر الشعب. نعم، شكرا جزيلا ناصر كاسح العور، وأيضا للحضور الذين تدخلوا معك. إذن الجزائريين بمختلف مشاربهم قدموا خصيصا من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد أحمد قايد صالح، لكنه تقرر رسميا تأجيل إلقاء النظرة إلى غاية يوم غد الأربعاء، وبعدها تكون جنازة شعبية يجوب فيها نعش الفريق أحمد قايد صالح شوارع العاصمة وصولا إلى مقبرة العالية، أين سيدفن هناك في مربع الشهداء. إذا المواطنين أو المواطنون قدموا بالأعلام الوطنية من مختلف الولايات فقط من أجل توديع الفريق أحمد قايد صالح. أيضا هاشتاغ كلنا جنازة قائدنا اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي واحتل ترند في تويتر. الجزائريون يدعون إلى جنازة شعبية تليق بمقام الرجل وبما قدمه للجزائريين. أعود أنا إلى البلاطو مع ضيوفي الأكارم الأستاذ عارف